شاركينا بفيديو بعرف عنك لفرصة ربح وي لوكينج أو تغيير اللوك مع خبرة تجميل ميشيل وكولت. عشان كده شوية مكركبة الغرفة بس that's it and my phone is ringing. ألو هاي حبيبي هاي ها كيفك؟ عبايتي جاهزة؟ زي ما قلت لكم it's a photo shoot makeup so it's not my everyday makeup. حكون شوية تقيل I wish. So الفاونديشنز اللي حستخدمه حستخدم two foundations. So هذا الفاونديشن is my favorite بس دائما اخلطه. هذا هو ال Hello Flawless من Benefit. بعدين حلخبطه مع الميك اب فور ايفر HD Ultra HD. So هذا consistency حقه تقيل وهذا consistency حقه خفيف. So I mix them together عشان يكون perfect 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 perfect. Okay let's start. So اتأكدوا دائما photo shoots انه حتى الرقبة تتغطى بالفاونديشن هنا عشان ده وهنا وهذه الاطراف دائما احنا ننسى هذه الاطراف. So we're gonna start tapping tap 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 عشان يندمج كل الفونديشن حتى من الاطراف اكيد من فوق. I forgot to open my ring light. Okay so this is the ring light عشان اوريكم بس الميك اب واوريكم الاخلاط اللي في الميك اب وكيف تتغطى هذه العيوب. Actually ما غلط العيوب كيف تتغطى العيوب. So خلصنا بلاندينج الحين انا my favorite concealer هذا من سيفورا. Okay حطيها بالطريقة وبعدين ما حادمجه على طول حستناه شوية يمسك تحت العين حستناه شوية يمسك وبعدين بعدين حادمجه. Okay so my favorite primer قبل هذا كله قبل is Gucci primer. بنات انا نسيت اليوم احطه مع التوتر ومع الفوتوشوت اللي بعد كم دقيقة او كم ساعة. You have to put the primer قبل هذا. الحين حنحط حواجب. So حواجب اليوم حيكون from Benefit برضو حق الحواجب. الحين حندمج اللي تحت العين برضو تعبين. ححط بس كذا كمية مرة بسيطة من اللورا مرسيه الأبيض هنا. هذا تحديدا
من جد يعني my favorite اللي هو contour brush. شوف كيف بالتحديد. So هذا الواتساب from Benefit برضو حطه. هذا يديني إضاءة highlighter. بهذه البرش هذه is not a blending brush. We're gonna use the blending brush afterwards. هذه بس عشان to apply the eyeshadow. This is the blending brush. To blend, blend, blend. So هستخدم هذا from what's it called? Meet Matte from the balm. And يكون these two colors. البلاشر بس هنا تدي مرة انه كأنك متشمسة. واقول لكم تيب مرة حلوة. اوكي سو الماسكرا حتجيكم ستريت، بس انا دايما اميلها، يعني دايما لو انا امسكها اسوي كذا بعدين اميلها عشان تصير كذا. اشيل كل الاكسترا ماسكارا منها وابلاي ات. اوكي انا ما بحط مسكر كثير عشان احط الرموش، وهذا شيء مره خفيف. بس نصيحه هذه المسكره ما تقدر تحطيها تحت، لانه نوع هذه المسكره تطيح. سو انا عندي مسكره من لانكوم، طيب هذه اللي استخدمها لتحت العين، للعين من تحت. سوري ايوه اقدر احط مسكره من غير ما اطالع في المرايه. هاي جايز يلا خلصت لبس وكل حاجة، دحين هنروح الفوتوشوت ونصور من هناك. يلا تعالوا معايا. دي آخر شيء أغير شعري وأعمله، ما أعرف ما يكون نفس اللوك نفس تسريحة الشعر، تغير. شو رأيك؟ شو رأيكم؟ لا من جد ايش رأيكم الحين؟ شوفوا look at this. Thank you.
بعد ما خلصت 5 ساعات from shooting. الحمد لله. I'm so tired actually. إن شاء الله يكون عجبكم الشوت واستنوا صور على الانستغرام حقي. I love you guys. I'm so hungry. I need to eat. Bye.